المساندة ديال زملائنا ومساندة ديال المجتمع وحذاري حذاري، لأنه الدفاع اللي تيحاول يسيس هذا الملف، حنا بالنسبة لنا هو ملف حقوقي، ملف بالنسبة لنا ملف قانوني، واللي تخصنا ندافعوا فيه في إطار القانون، واللي أننا نوجهوا المسؤولية للقضاء أنه يبعد في هذا الملف عن السياسة وعن السياسوية، لأنه هناك يعني ضحايا، نساء ضحايا اللي تخصنا يعني نوقفوا إلى جانبهم، والقضاء احنا بالنسبة لنا ياخذ القرار يعني على حساب إذا كانت الموضوعية ياخذ القرار ديالو، وحنا يعني تنتقبلوا أي قرار ديال المحكمة باعتبارنا أننا تنثقوا في العدالة ديالنا، وخصوصا في هذا الظرف اللي الآن القضاء تيطبق استقلال السلطة القضائية في مبادئها وتجلياتها خصوصا في مثل هذه الملفات.